يقول أحسن الله إليكم: إمام صلى صلاة العيد وسهى وترك التكبيرات الخمس في الركعة الثانية ثم سجد للسهو قبل السلام، فهل فعله صحيح؟ لا، أخطأ في هذا. تكبيرات الزوائد هذه سنة، إذا تركها فلا شيء، حتى لو تعمد وتركها ما عليه شيء، لأن زوائد ليست أركانا ولا واجبات في الصلاة، إنما هي زوائد سنة. نعم.